طبعا هو هنا ده مثال بس كده. انا عندي هنا الكونسيومر، الكونسيومر ده او الكاستمر، الكاستمر دوت بي اكسس اللي هي الشركه اللي اسمها هيلاري ديت، وهنا في كريدت ايجنسي. انا بس عايز انبه ان النقط هنا في حاجه اسمها بورت او كوميونيكيشن بورت. الكوميونيكيشن بورت هنا اللي طالعه من الكاستمر المفروض ان هم اثنين، من الشركه اللي هي هيلاري ديت المفروض ان هو طالع كام بورت؟ طالع 3 بورت. طيب نيجي بعد كده لحاجه اسمها ابستراكت فيو. ابستراكت يعني مجرد. طبعا هو بيقول لي الشكل اللي فات دوت بيديني ثلاث عناصر، اللي هو the element that includes the host that provide او بتستخدم اللي هي السيرفيس، اللي هو الكاستمر والهايلر دي، واللي هي الكريديت ايجنسي ار اكزامبل اوف هوستس. بيقول لي هنا service oriented architecture say nothing about how services are provided، يعني قصده ان هي ما بتوضحليش مكونات السيرفيس اللي موجوده عندي، لكن بتحدد طريقه الاستخدام بتاعها. طبعا هنا بيقول لي in service oriented architecture abstract view these details are omitted، مش مهم قوي يا حمزه. دي النقطه اللي انا كنت عايز اقولها. انا لو لاحظنا الرسمه ديت هنلاحظ ان هنا الكاستمر طلع منه سهمين لانه عنده اثنين كوميونيكيشن بورت، لكن الهايلر ديت المفروض انه طلع منها ثلاثه، يعني معنى كده انه في ثلاثه كوميونيكيشن بورت. يقول هنا each host has one or more port أو communication endpoint which provide a specific operation. زي ما احنا شايفين الكاستمر هيكون فيه اتنين بورت. طيب نيجي نتنقل للسلايد بعد كده. يقول لي البنفيتس الخاصة بالسيرفيس اورينتد اركتكشر. البنفيتس الخاصة بالسيرفيس اورينتد اركتكشر برضه سؤال مهم جدا. نظرا لوجود ستاندرد كوميونيكيشن بروتوكول هتنضاف للخدمات ديت او الفوائد دي ان انا اعمل ريوز اعاده استخدام السيرفيسز اللي موجوده جوه الانفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي سيستم، ان انا ادمج مجموعه من السيرفيس من مصادر مختلفه وابتكر سيرفيسز جديده. يبقى اذا put together services from combination of existing service that can be benefits to the ICT system. Use and share service، اعمل عمليه شيرنج او اعاده استخدام للسيرفيس اللي تم انشائها في انظمه اخرى بدلا من ان انا كريتها مره ثانيه. اذا use and share service that have already been established in other communication in other ICT systems rather than design new one. احمل عمليه modify او replacing لبعض الاجزاء في ال ICT service من غير ما اثر على service الاخرى. دي كلها خواص وميزات مهمه جدا لازم نعرفها. طيب بيقول لي هنا there are number of safeguards، في مجموعه من مجموعه من العناصر اللي لازم توفرها من او اللي يجب توفيرها من السيرفيس بروفايدر لليوزر، او اللي بيكون اليوزر نفسه متوقعها من السيرفيس دي. يبقى هنا بيقول لي there are a number of safeguards that would need to be offered by a service provider by a third party. What safeguard would you expect a user to demand؟ يبقى دلوقتي احنا عايزين نتكلم على مجموعه العناصر اللي اليوزر بيكون متوقع انه السيرفيس بروفايدر بيوفرها له عشان يستخدم السيرفيس. برضه سؤال مقالي مهم. اول حاجه بيفترض ان السيرفيس اللي موجود عندي يوزرز وود اكسبكت ذا بروفايدر تو اوفر ا ريلايبل، مضمونه او موثوقه، تراستورثي سيرفيس يعني ذات ثقه، بتحترم خصوصيه بيانات المستخدم اللي موجود عندي. يبقى اذا اليوزر بيفترض انه او بيحتاج ريلايبل اند تراستورثي trustworthy service that respects the confidentiality خصوصية of the data of the user of the use of data and of the use of data. الحاجة الثانية guarantee يعني ضمان ان يكون فيه separation ما بين البيانات الموفرة من قبل شركات مختلفة. A guarantee يعني ضمان of a clear separation between the data provided by different organization. A reliable and a secure way of for users to communicate with a service. Full compatibility، توافق أو تكامل تام ما بين communication between the service user and the provider. آخر خطوة طبعاً إنها تكون مطابقة للقوانين المطبقة على المستخدم و service provider. Compliance يعني توافق with the law applicable مطبقة to the user as well as the law applying to the service provider in handling the training and training data. السلايد اللي بعدها
ماركت بليس فور سيرفيس، اللي هو زي الدايركتوري كده، زي ما بقول لحضراتكم زي الاندرويد ماركت او اللي هو الابل ماركت. ايه الميزات اللي بترجع عليا انا كمستخدم من وجود السيرفيس في مكان واحد او اللي هو الماركت بليس ده؟ ماركت بليس ده اذا نظرا لوجود مجموعه من السيرفيس في مكان معين يمكن الوصول اليها بسهوله زي الانترنت. وجود السيرفيس يعني وجود اكتر من برنامج بيحققوا نفس الحاجه، بس في برامج مجانيه وفي برامج بتكلفه، ده بيقلل التكلفه بتاعت بيقلل التكلفه، ممكن يخلي بعض البرامج مجانيه نفسها، وبيؤدي لوجود نوع من المنافسه ما بين التاسك ما بين السيرفيسز وبعضها، لانه بيضمن كمان انه السيرفيس او انه السيرفيس حتم باستخدام برامج مختلفه. يعني انا مثلا دلوقتي عايز برنامج كما برنامج تصوير على الاندرويد، فانا هروح اعمل سيرش على الماركت هيديني 10 15 برنامج، منها برامج فري منها برامج بتكلفه، فوالله انا هختار منها اللي انا عايزه حتى لو كانت كل البرامج اللي هي البرامج اللي موجوده سواء بتكلفه، لكن التكلفه هتكون اقل لان في نوع من المنافسه ما بين البرامج وبعضها. يبقى اذا هنا بيقول لي being connected to a wide reaching network like the internet may make several similar services accessible، يبقى مجموعه من السيرفيس هتكون موجوده كلها بتحقق نفس الحاجه. الفايده بتاعتي as a benefit to some service users of having access to alternative assembly by redirecting requests is that it can provide assurance about the continued availability of a particular kind of service، حتى لو السيرفيس اللي موجود عندي دي out of service يعني خارج الخدمه مثلا. كمان ده بيديني element of competition، نوع من اللي هو المنافسه اللي بيقلل الكوست اللي موجود عندي وبيخلي السيرفيس بروفايدر في تطوير دائم. يبقى اللي انا عايز اقوله دلوقتي ميزات وجود السيرفيس في مكان واحد انه بيحصل نوع من الكومبيتيشن ما بين السيرفيس وبعضها وبالتالي بتقل الكوست. الحاجه الثانيه ان انا هلاقي اكتر من سيرفيس ينفذوا لي التاسك اللي انا عايزها، حتى لو السيرفيس الاساسيه داون فالمفروض انه ممكن يكون في اكتر من سيرفيس بديله ليها. اثنين بعد كده بيقول لي سيرفيس اورينتد اركيتكتشر ستاندرد therefore have been established to help provider عشان تعمل كونستراكت سيرفيس انترفيس. مش مهم قوي السلايد ديت، نيجي نتكلم على السيرفيس اورينتد اركيتكتشر ستاندرد. طبعا هو هنا بيتكلم على انه في مجموعه من اللغات اللي انا هستخدمها او مجموعه من المنظمات الدوليه، مثلا هنا بيقول لي مجموعه من المنظمات الدوليه زي حاجه اسمها ISO اللي هي الانترناشونال ستاندرد اورجانيزيشن او الاي تي يو انترناشونال تيليكوميونيكيشن يونيون. هي طبعا الاي تي يو ديت جهه تابعه للامم المتحده مختصه بعمليه تنظيم الفريكوانسيز وشغلها موضوع الاتصالات. انترنت انجينيرنج تاسك فورس اند الورلد وايد ويب كونستوريوم، طبعا زي ما حضرتك واخدين في ماده 284 اللي هي مسؤوله عن وضع التكنولوجيز الخاصه بالويب زي الاكس ام ال والاكس اتش تي ام ال ولغات الويب الجديده. يبقى دلوقتي بيقول لي هنا many of the potential benefits، مجموعه او عديد من الخواص اللي بتوفرها السيرفيس اورينتد اركتكتشر ناتجه من توفير بروتوكول او بروتوكولات شائعه او بروتوكولات ستاندرد عشان تعمل كوميونيكيشن ما بين البرامج وبعضها. مين اللي بيحط البروتوكولات ديت اللي هي المنظمات اللي احنا قلنا عليها؟ اذا standards for architecture description and the communication between architecture have been widely established through the work of a number of collaborative يعني تعاونيه agencies. يبقى دلوقتي مجموعة المنظمات ديت هي اللي ساعدت في تكوين بروتوكولات، البروتوكولات دي هنستخدمها بين البرامج وبعضها وبين السيرفيس وبعضها، وبالتالي بتحقق السيرفيس اورينتد اركتكتشر الخدمات الخاصة بيها. نبدأ بعد كده في الخدمات ديت او السيرف او الستاندرد اللي انا بستخدمها جوه السيرفيس اورينتد اركتكتشر. اول حاجة اسمها اكستنسبل مارك اب لانجويج. اول نقطه لازم نعرفها عن الاكستنسبل مارك اب لانجويج، اكستنسبل يعني مرنه، انه ما فيهاش تاجز. طبعا التاج اللي هي بيسموها الاليمنت، كل عنصر دي تاج دي تاج وهكذا. التاج بيسموها اليمنت. الاكس ام ال ما فيهاش بري ديفايند تاجز، يعني اي حد ممكن يخترع التاج اللي هو عايزه، وعشان كده بيسموها اكستنسبل. يبقى هنا بيقول لي اكس ام ال تريتس دوكيمنت از A collection of elements، يبقى المفروض ان الاكس ام ال بتتعامل مع الدوكيمنت اللي موجود عندي عباره عن مجموعه من الاليمنت اللي هي زي هنا ايميل element heading element to element from element and so. اذا لا توجد تاجز افتراضيه
وإنما يمكن إنشاء أي تكتب عن مين؟ المستخدم اللي موجود عنده. هو بيقول لي هنا إيه؟ في المثال اللي فات إحنا كان عندنا إيليمنت زي الإيميل والهيدنج والتو والكلام ده. طبعا في حاجة اسمها إيليمنت وفي حاجة اسمها أتريبيوت. الأتريبيوت اللي هي الخواص الخاصة بالإيليمنت. طيب each element has an opening and closing tags. بمعنى لو حضراتكم شفتوا كلمة إيميل دي الأوبننج تاج وديت اللي هي الكلوزنج تاج. طبعا الفرق بيكون في الشرطة أو اللي هي سلاش اللي هي في النهاية ديت. Note التاجز are enclosed in angle brackets and come in matched pair. طبعا لازم يكون في أزواج، معظم التاجز اللي موجود عندي بيكون أزواج، يعني إيميل بداية وإيميل نهاية، هيدنج بداية وهيدنج نهاية، طبعا في النهاية بنحط سلاش. طبعا هنا بيقول لي one benefits ميزة إضافة التاجز ديت إنه لو إن أنا ممكن أعمل سيرش على داتا ديت مباشرة باستخدام أي وسيلة مساعدة مثلا. إذا بيقول لي one benefit of adding tags is that if we want a machine to find a document or to process a part of it then for the machine the tag tags help identify بتعرفني الأماكن اللي أنا بعمل عليها البروسيسنج ديت. في مصطلح عندي اسمه نيستنج. نيست يعني تداخل او بالعربي يعني تعشيش، حاجه داخل جوه حاجه. فالفكره هنا دلوقتي طبعا هو بيقول لي في الـ XML when an element is located inside another element the two elements are said to be nested. مثلا لو حضراتكم شفتوا دلوقتي الـ element الايميل جواه عناصر، العناصر اللي اسمها heading و to و from و subject و body، كل دي تحصل كل دي معمول لها نيستنج جوه الـ element اللي اسمه ايميل. النقطة الثانية إنه لو فيه عنصر صغير معمول له نيستنج هو عنصر أكبر، فإن العنصر الأصغر ده لازم يتقفل قبل نهاية العنصر الأكبر. بمعنى لو أنا دلوقتي أنا بدايتي كانت الإيميل يبقى لازم تكون نهايتي هنا إيميل، ما ينفعش بدايتي تكون إيميل وفي النهاية هنا أكتب هنا إيميل وبعدين أحط حاجات تانية بعدها. مثلا هنا إيميل وهنا إيميل، هنا هيدنج ونهايتي هيدنج، هنا تو، ما ينفعش يكون تو هنا وبعد الايميل هنا في تو، كده غلط. يبقى بيقول لي هنا in XML it is a requirement that elements that are nested inside other element must end themselves before the outer element. طبعا هو بيقول لنا دلوقتي بخلاف او على عكس من الـ other markup language اللي هي زي الـ HTML. ال HTML اللي فيه تاجز معينة، يعني ما عنديش أنا كيوزر ما عنديش يمكن أنا أخترع تاجز إضافية، لكن في حالة ال XML أنا ممكن أخترع تاجز زي ما أنا عايز. وبالتالي بيسموا ال XML extensible مرنة. إذا unlike other markup language such as ال HTML, XML doesn't have a set of predefined tags، ما بيكونش فيها تاجز محددة، وبالتالي بتدي اليوزر الحرية giving complete freedom to people with a specific set of document in mind to invent and specify their own tags، إنهم يبتكروا التاجز الخاصة بيهم. عشان كده في X هنا معناها extensible. نيجي بعد كده ليه بنستخدم ال XML في حالة ال Service Oriented Architecture، أو إيه هي ميزات ال XML مع ال Service Oriented Architecture؟ سؤال مقالي برضه ممكن نتسأل فيه. هو بيقول إن ال XML بتستخدم صيغ نصية بتستهلك وبتقلل من تكلفة حفظ البيانات وإرسالها. طيب لأنه حجم الملفات اللي هي الـ XML بيكون حجمها صغير فالداونلود أو الأبلود تايم بتاعها بيكون صغير. الـ XML كمان الصيغة النصية دي بتكون سهلة التعليم، ممكن نقراها بسهولة بواسطة الإنسان والـ PC. وكمان الـ XML بتوفر إمكانية نقل البيانات وإعادة استخدامها. يبقى دلوقتي الـ XML بتستخدم الـ Text Based Format that simplifies، بتسهل وبتقلل الـ Cost of Data Storage and Communication. كمان الـ XML بتستخدم الـ Text Based Format that can be readable أو that it is readable by the computer أو the human. وبالتالي أنظمة الـ Information Communication Technology System ديت can be devolved بيبقى سهل إن أنا أعمل لها learning. الـ XML offer data portability and reusability across different information communication technology platform software و hardware. يبقى هي بتوفر إمكانية إن حد يستخدمها أو إمكانية نقل البيانات وإعادة استخدامها جوه الأنظمة المختلفة. نيجي نتكلم على حاجة اسمها Web Service Description Language. الـ Web Service Description Language دي هي عبارة
عن لغه بتستخدم لوصف السيرفيس وتحديد البورت اللي انا بستخدمه عشان اعمل كوميونيكيشن، والمسج المتبادله ما بين السيرفيس والسيرفيس بروفايدر او السيرفيسز وبعضها. البورت يستخدم في الاتصالات ما بين السيرفيسز، اما المسجز فهي الرسائل المتبادله ما بين السيرفيسز وبعضها. يبقى اذا دلوقتي بيقول لي ان الويب سيرفيس ديسكريبشن لانجويج provides one way of re-expressing a diagram in a textual form so that the arrangement of individual service can be easily be communicated and processed by ICT software and hardware. النقطة الثانية المهمة عندي ان الويب سيرفيس ديسكريبشن لانجويج enables the description of type of port بتحدد لي types انواع البورت اللي انا بستخدمها وانواع المسجز. طبعا العنصر الاساسي او المين اليمنت في الويب سيرفيس ديسكريبشن لانجويج هي الفورمات اوف ذا مسج that can be sent and received and a list of the port together with the names of kind of messages. يبقى الويب سيرفيس ديسكريبشن لانجويج هتديني ايه؟ هتديني صيغ الرسائل اللي انا بستخدمها عشان ببعتها وبستقبلها، وكمان الليست بتاعت البورتات، وكمان اسامي السيرفيس وانواعها، اسامي المسجز وانواعها. نتنقل اللي بعد كده على حاجة اسمها Universal Discovery and Integration. هو الفكرة عندي هنا ان انا عندي حاجة، عندي مصطلح بيسموه بروكر يعني وكيل. البروكر ده عبارة عن برنامج بيبحث عن السيرفيس المطلوبة اعتمادا على معلومات من اليوزر. اشهر بروكر عندي هو UDDI. يبقى دلوقتي انا عندي سيرفيس، انا كسيرفيس كاستمرز انا محتاج سيرفيس، فهروح اعمل سيرش في الماركت. البيانات اللي انا بدخلها بتنبعت لمين؟ للبروكر الخاص بي. البروكر ده بيسموه UDDI. يبقى زين دلوقتي brokers can be introduced. البروكر ده عباره عن جزء من السوفت وير that takes a description of the required service from a user and find it in a directory the service that matches the user requirement. هو عباره عن جزء او سوفت وير بياخد الحاجات البيانات من اليوزر ويعمل سيرش بيها جوه الدايركتوري. اشهر مثال للبروكرز سيرفيس كانت اليو دي دي اي. طبعا ده برضو ممكن يجي لنا اختيار. احنا هنا في ده بيقول لي سيرفيس سيمبل اوبجكت Access Protocol. تقريبا Simple Object Access Protocol هو البروتوكول الأشهر والمستخدم لإنشاء الرسائل بين السيرفيسز وبعضها. فبيقول إن Service Oriented Simple Object Access Protocol provide a way of constructing messages. الصوب دوت تم توفيره من قبل منظمة اللي هي W3C. ممكن دي اختياري. يبقى زين دلوقتي الصوب هو البروتوكول اللي أنا بستخدمه عشان أعمل constructing للمسج. الصوب تم توفيره من منظمة الـ W3C، بيستخدم الـ HTTP والـ TCP/IP زي ما هو واضح من الرسمة دي. نيجي نتنين بعد كده المعلومة اللي بعدها. بيقول لي To reduce the possibility of misinterpretation about the format of messages, sub messages are specified using XML. طبعا عشان تبقى الرسائل اللي بيتم توليتها عن طريق بروتوكول SOAP رسائل واضحة ولا يساء فهمها، هيتم استخدام الـ XML. لكن طبعا بيقول لنا في restriction بتحكم العملية ديت. هنا كم نقطة برضو كده. طبعا ده وصف للبروتوكول اللي انا بستخدمه اللي هو SOAP بروتوكول XML version SOAP envelope، وهنا البادي تكست والمسج اللي انا هستخدمه. هنا بيقول لي requests طلبات للسيرفيس and the response from messages from service are carried by SOAP messages. يبقى المسجز هي الرسائل المتبادلة ما بين السيرفيس وبعضها، وبيتم استخدام بروتوكول اسمه SOAP عشان نعمل لها formatting. These messages have to be transparent across the network. كمان هنا بيقولي an additional element of SOAP protocol is the ability to send SOAP messages without waiting for a response and to send SOAP messages and get a SOAP response. يبقى أنا ببعت المسج من غير ما يكون في انتظار الـ response اللي موجود عندي. Getting the message ما مش مهم أوي دي كده. طيب نيجي بعد كده هيجمع بقى كل الحاجات دي.
هجمع كل الحاجات دي في رسمة، الرسمة اللي جاية ديت. لو حضراتكم فهمتوا الرسمة دي هتلاقي الموضوع جدا جدا بالنسبة لكم سهل. أول حاجة أنا عايز أرقم النقط دي، أول نقطة اللي هي رقم 0. المفروض إن أنا عندي هنا السيرفيس بروفايدر هيعمل ببلشنج للسيرفيس اللي عنده، طبعا الوصف بتاعها باستخدام الويب سيرفيس ديسكريبشن لانجويج هيحطها في الدايركتوري، الدايركتوري اللي هو بيستخدم اليو دي تي اي. بعد كده انا كيوزر او سيرفيس كاستمر او كونسيومر، سيرفيس كونسيومر ده هيعمل ايه؟ هيعمل سيرش ريكويست. المفروض ان انا بدور على سيرفيس، فانا هبعت الطلب دوت باستخدام اليو دي تي اي. الدايركتوري هيرد عليا بالوصف الخاص بالديسكريبشن، بالوصف الخاص بالسيرفيس. طبعا السيرفيس احنا وصفناه باستخدام الويب سيرفيس ديسكريبشن لانجويج. طيب يبقى انا دلوقتي بعت الطلب وجالي الرد، هستخدم الديسكريبشن اللي وصلني دوت واروح اعمل كونكت مع مين؟ مع السيرفيس بروفايدر. يبقى المفروض ان الكونسيوم الكاستمر دوت هيبعت ريكوست للسيرفيس سيرفيس بروفايدر عن طريق سوب. بعد كده السيرفيس بروفايدر هيرد عليا بالسيرفيس ريسبونس. تاني يبقى المفروض ان الرسمه او النظام بيمشي ازاي؟ انه اول حاجه السيرفيس بروفايدر عنده سيرفيس هينشرها هنا، الكونسيومر هيبعت ريكوست للدايركتوري، الدايركتوري يرد عليه ويبعت له السيرفيس ديسكريبشن، اليوزر بيستخدم السيرفيس ديسكريبشن ويعمل كونكت مع السيرفيس بروفايدر عشان يستقبل السيرفيس ريسبونس. واحده واحده بقى كده ناخدها. هو بيقول لي هنا دلوقتي في السيرفيس اورينتد اركتكتشر ويب سيرفيس ديسكريبشن لانجويج از يوزد باي السيرفيس بروفايدر تو ديسكرايب ذير سيرفيسز. جميل. ذا سيرفيس ديسكريبشن لانجويج فايل ديت are then stored in service directory. يبقى المفروض ان الوصف الخاص بالسيرفيس هينحط في الدايركتوري اللي هو ليه البيج التحتي. When a service consumer wanted to find a service it first issue a search request to the UDDI directory in order to locate the service and determine how to use it. جميل. يبقى السيرفيس كونسيومر هيبعت طلب لمين؟ لل UDDI directory في معلومات عن السيرفيس اللي هو عايزها. السيرفيس دايركتوري دوت هيرد عليه. If the service is found لو كانت هي موجودة then correspond then هينبعت له اللي هو ال corresponding description file is sent to consumer. آخر حاجة finally the service consumer بيستخدم ال SOAP messages to request the service from the provider and to receive the response to its request. هو هنا الرسمة دي كانت ازاي؟ الرسمة دي بيقول لي هنا، دي مهمة برضو أعتقد كانت في tutorial قبل كده، يقول لي هنا figure present the big picture of service oriented architecture using this figure highlight where you would place the three standard. هتحطني اللي هي الويب سيرفيس ديسكريبشن لانجويج والسوب واليو دي دي اي في اي حته. طبعا لو انت فاهم الرسمه لو انت فاهم الرسمه اللي هي اللي جايه ديت يبقى انت هتقدر تتكلم عن تتكلم الكلام ده كله وهتعرف تحط الرموز اللي هو عايزها، اللي هي هنا السوب ما بين السيرفيس بروفايدر وما بين الكونسيومر، هنا بنستخدم البروتوكول اللي اسمه UDDI عشان نعمل سيرش جوه الدايركتوري، الوصف الخاص بالسيرفيس بيتم تبادله على شكل حاجه اسمها ويب سيرفيس ديسكريبشن لانجويج فايل. كده ده التوتوريال خلص. شكرا. السلام عليكم.